ثلاث لقاءات هامة في إطار لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للأندية مصر 2024، والتي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحتضنها صالة العاصمة الإدارية الجديدة. يا اهلا بكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، ويوم جديد من ايام بطوله العالم للانديه لكره اليد مصر 2024. البطوله المهمه جدا اللي طبعا بتشهد مشاركه صفوه انديه كره اليد العالميه، والنهارده يوم مهم جدا لانديتنا، يوم الحسم. لو انت فعلا بتطمح ان انت تحقق انجاز حقيقي في هذه البطوله، عليك النهارده ان انت تحقق نتيجه ايجابيه، وهنتكلم يعني بشكل مفصل ماذا يحتاج كل من الاهلي والزمالك من اجل التاهل للدور قبل النهائي. النهارده زي ما اتكلمت في البدايه عندنا ثلاث لقاءات مهمه جدا، الخليج السعودي وماجدبرج الالماني، طبعا يعني مع كامل التمنيات بالتوفيق للشقيق السعودي، لكن النهارده مصلحه الاهلي والزمالك هزيمه الخليج السعودي، واعتقد ده المتوقع. ماجدبرج طبعا هو حامل لقب هذه البطوله، واحد من الانديه الالمانيه القويه جدا. الزمالك يحتاج معجزه بامانه شديده جدا، لانك بتقابل فاسبرم المجري وهو في البيك بتاعه وفي افضل حالاته، جاي من التفوق على بي اس جي في الشامبيونز ليج، وطبعا شفنا في الجوله الثانيه حقق نتيجه ضخمه جدا، يمكن تفوق على توباتي 43-17، وبالتالي صعب المهمه بعض الشيء على نادي الزمالك. الزمالك النهارده لا بديل عن ان هو يعني يخدم نفسه بنفسه، مش محتاج بقى ان هو يتابع النتائج الثانيه، محتاج اما التعادل او ان هو يفوز على فاسبرم في لقاء اليوم. الاهلي مع برشلونه هو صاحب الوضع الافضل، يعني لو بنتكلم على الانديه الثلاثه اصحاب التصنيف الثاني، الاهلي وضعه الافضل بما حقق في اللقاء الاول، اكتساح نادي جامعة سيدني بفرق 34 هدف، اداله الادفانتج، اداله الافضلية بعض الشيء، حتى لا قدر الله في حالة الهزيمة امام نادي برشلونة الاسباني، يحتاج الاهلي ان هو بقى هنا بيبص على فارق الاهداف، ويعني ان هو يهزم باقل فارق اهداف ممكن. فاعتقد وضع الاهلي هو الافضل والاحسن حتى الان، لكن في النهايه ليه ما تحصلش معجزه؟ ليه ما نطمحش ان احنا نشوف ناديي الاهلي والزمالك في الدور قبل النهائي؟ نتمنى كل التوفيق لممثلي كره اليد المصريه، الزمالك امام فاسبرم المجري والاهلي امام برشلونه الاسباني. بيسعدني أن يكون معي في الاستوديو التحليلي لأولى لقاءات اليوم والتي تجمع ما بين الخليج السعودي ونادي ماجدبرج الألماني النجوم، كابتن طارق الدروي نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي. أهلا بك كابتن. أهلا كابتن. نور الدنيا. الله يحفظك، كتر خيرك. كابتن أحمد بلال عميد لاعبي العالم سابقا والنادي الأولمبيا ومنتخبنا الوطني، وطبعا أندية كتير قوي، هناخد بقى وقت للاستوديو التحليلي كله كابتن. أهلا بيك. أهلا بيك. نور الدنيا. كابتن طارق أبدأ بيك وتقول لي طبعا إحنا قلوبنا والطبيعي نتمنى التوفيق للأهلي والزمالك، يعني مع كامل الاحترام للشقيق الخليج السعودي، لكن ماذا يحتاج الأهلي والزمالك من مواجهة الخليج وماجدبرج؟ إيه النتيجة المثالية بالنسبة للقطبين؟ نادي الأهلي محتاج الفرق اللي بين ال 34 جون وال 23 جون إن يزيدوا قبل مباراة الأهلي وبرشلونة، ونادي الزمالك محتاج إن الفرق يبقى أزيد أكتر
نادي الزمالك محتاج الفرق يبقى ازيد اكتر عشان برضو يبقى ليه فرصه ان هو يدخل. ممكن خلي بال حضرتك في الزمالك فرق الاهداف لسه في احنا امل احنا بقى. احنا انا مش عايز اطمع و يعني تبالغ في التفاؤل ابالغ في التفاؤل بس انا نفسي اتفائل يعني انا يعني انا اتفرجت على اليومين اللي فاتوا على قناه هنا ماتشات الاهلي في كاس العالم اللي فاتت في الدمام. ايوه الاهلي بجد بيقدم مستويات كويسه جدا. يعني ليه ما نتمناش ان الاهلي يدخل اول مجموعه والزمالك يخش احسن ثواني فدي هتتحقق. خلي بالك حتى في حاله فوز الاهلي على برشلونه الزمالك هيحتاج نتيجه ايجابيه لان في الحاله دي فارق الاهداف برشلونه برضو هيبقى افضل برشلونه الاسباني لانه فاز بنتيجه ضخمه جدا. فهو زي ما بقول لك انا حاولت احسبها الزمالك كده او كده المخرج الوحيد لي ان هو يعمل نتيجه ايجابيه. انت بتذاكر شكلك بعد ما احنا بنمشي بتقعد تذاكر لوحدك اتعلم منك ربنا يكرمك. كابتن احمد بلال بما قدم ماجد بيرك في الجوله الثانيه والخليج السعودي في اللقاءات برضو اللي لعبها في الجوله الاولى اداء الفرقتين يديك انطباع شكل الجيم النهارده ممكن يكون عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا عشان اوضح النقطة اللي فاتت هو ماتشين الاهلي والزمالك مباريات الاهلي مرتاح سنة شوية على اساس انه ممكن يخش اخد تاني انما هو يلعب على المباراة ان هو يكسبها وليه ما تعادلش ويبقى مستريح ان هو اخد تاني ومستريح. الزمالك محتاج يفوز مش تعادل يفوز لان فرق اهداف بينهم هيبقى للفريق في التعادل هيبقى للفريق فريق فيسبريم. فالماتشين او الثلاثة هنتكلم النهارده على الخليج ان الخليج والاهلي والزمالك عشان يتاهلوا للدور الثاني لازم يفوزوا. الوحيد اللي ليه حاله التعادل وهتبقى مرتاحيه الاهلي اول خساره والسكور هيبقى بصالحه. صح احنا بنتكلم واضح والكلام واضح ان ماتش الخليج النهارده مباراه بدراعك انت بتلعب ونازل ان هدفك النهارده عشان توصل للدور الثاني لازم النهارده تكسب ده اقل حاجه يعني لازم النهارده تخش ان انت بتلعب مباراه تكسبها واساسي ان انت عارف الفروقات اللي موجوده في الفريق ده بطل اوروبا وخمس مرات الخليج بطل اسيا الخليج اصلا فرقه مكتمله الخليج ما جابش لعيبه محترفين الا محترف واحد اللي معاهم اللي موجود ووقفوا على القصه ديت الحراس حتى حراس اللي هو منتخب السعوديه محسن يعني الناس قافله على نفسها ان هي بتحضر للدوري وبتلعب بامكانياتها وبتلعب على اساس ان هي تطلع كل طاقتها وهم عارفين بيلعبوا مين يعني هم دلوقتي نادي الخليج هو عارف هو لاعب ماجد بورك وان الموضوع بدراعي يعني انا دلوقتي النهارده عاوز اكسب لازم النهارده العب الماتش يبقى كلوز ما هربش مني وعارف ان امكانيات الفرقه اكيد معمول وطبعا المحللين اداء معنفين ماجد بورج باللعيبه بتاعتها كلها كان اسبان اول مدرب او سيستم اللعب وطريقه الدفاع اللي بيلعبوا بيها امبارح ماجد بورج بتلعب بكذا طريقه اعتقد النهارده الخليج محضرين للطريقه ديت عارفين امكانيات اللعيبه عارفين الحارس وامكانياته عندهم حارسين سويسري والتاني الالماني عارفين امكانياتهم فاعتقد النهارده الخليج عارف ونازل انا عاوز اوصل للدور الاربعه لازم النهارده مباراه ايجابيه نتيجه ايجابيه بالنسبه لي تبقى ان شاء الله المكسب ده الاساس بالنسبه لهم انما احنا عارفين امكانياته وعارفين فروقاته وامكانيات اللعيبه الباك. خلينا نستعرض مع المشاهدين بالامس اقيمت ثلاث لقاءات في اطار لقاءات الجوله الثانيه ما بين بقى اصحاب التصنيف الاول الثلاث انديه الاوروبيه انديه القمه ومش هقول بقى انديه القاع لكن انديه اصحاب التصنيف الثالث عندنا مواجهه جمعت ما بين فاسبريم المجري تفوق على توباتي البرازيلي 43-17 ماجد بيرج الالماني اكتسح كاليفورنيا ايجلز الامريكي 57-21 وبرشلونه الاسباني 53 على جامعه سيدني مقابل 23 هدف برضو فوارق ضخمه جدا في النتائج. كابتن طارق النتائج دي تقول لك ان نظام البطوله فيه مشكله او يعني كان من الافضل نظام البطوله يكون مختلف عن كده بعض الشيء؟ طبعا انا يعني هرجع اقول ان النظام اللي حضرتك قلته في اول يوم من ايام البطوله ده احسن نظام بس كان هيبقى فيه مجموعه خمس فرق ومجموعه اربع فرق كان ممكن يعني القصه دي ممكن تاهل كمان نادي كمان من اوروبا ممكن في احتمالات كتيره ان انت تدي وايلد كارت لاي نادي تاني يعني في انديه كتير الحقيقه تستاهل ان هي تيجي لو اتعملت كده كان هيبقى شكل البطوله احسن وكان هتاخد برضو اول وتاني بس هيبقى يعني تصنيف فعلي او الاول فعلا اول مجموعه والتاني تاني العمليه هتمشي هيبقى شكلها
يعني اسهل شويه من كده. واوقع بدل ما تاخد احسن اوائل الاوائل واحسن تاني في الـ في الـ في الثلاث مجاميع. فده اللي بيخلينا نخش في الحسبه اللي هي احنا قاعدين كلنا عمالين نحسبها دلوقتي، مين هيزود سكوره ومين هيقلل سكوره ومين هيحصل له ايه، والاحتمالات كتيره جدا. لكن لو مجموعتين زي ما حضرتك تفضلت في اول يوم، القصه كانت هتبقى حتى سهله على المشاهد وسهل على الجمهور. انت محتاج تبسط الدنيا على المتابع. أيوة. على المشاهد. ما تعقدهاش، احنا عاملين نحسب حسابات الكلام بس. أيوة. هو المشكله كلها في الوقت. انت عندك الكلام ده بتاع الاتحاد الدولي دايق. بيديك اسبوع مقفول فما يقدرش يفتحه. انت لو لعبت اربع ماتشات في المجموعه، لو خمسه تلعب اربع ايام. فالايام هتزيد لانك انت لازم بيبقى في مراحل تزيد يوم او حاجه. ما هو تلعب ماتشين وتريح يوم، وتلعب ماتشين وتريح يوم، وتلعب سيمي فاينال وفاينال. هم بيقفلوها على اساس ان هم عندك بطوله اوروبا وعندك دوريات الاوروبيه شغاله بانتظام يعني عاملينها، وبعدين عندك بطوله عالم شهر واحد. اعتقد هو ده الاتحاد الدولي حط الميعاد ده على اساس ان هو ده الست ايام اللي يقدر يشارك فيها. انت من الحاجات اللي انا اسف يعني في قطع كلامك، بس من الحاجات الغريبه ان انت مجد برج وصل قبلها في نفس اليوم الافتتاح. يوم الجمعه. أيوه. يعني وفرق وفيسبوك يعني تلاقي الفرق جت في نفس اليوم اللي هو بدايه اللي هو اول يوم حتى ما لعبوش برشلونه ومجد برج. وبرشلونه ما لعبوش لان هم جايين جامعه سيدني. احنا حتى كنا بنتكلم في كابتن مجدي، والمجد كان معانا وتوقع بناء على رحله الطيران الطويله قوي ان هو الشوط الثاني هيقع بدنيا، وده حصل لان هو جاي قبل اللقاء بتاعه بيوم واحد. ده بقى ليه؟ عشان بنتكلم ان انا في تايم وقت اسبوع هو ده المسموح بيه نلعب فيه البطوله. لان احنا عندنا التزامات ثانيه، الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، عندنا برضو التصفيات بتاعت بطوله العالم، وعندنا طبعا السفريات. فهو ده المسموح ليهم يعني اعتقد. عشان كده حاولوا ان هم يقللوا الماتشات شويه. ماجد برج واحد من الانديه المميزه قوي ولكنه بيخلو من النجوم، يعني لما تيجي تشوف كده السكواد بتاعه ما تلاقيش الاسماء الرنانه قوي، يعني هتلاقي برشلونه مثلا كان عنده دي كمان بتتكلم في كل نادي فيه اسم من الاسماء المميزه قوي. قدامنا على الشاشه تاريخ مشاركات ماجد برج في كاس العالم للانديه، وطبعا بمسماه القديم فيما قبل بقى السوبر جلوب. تواجد في خمس نسخ، توج باللقب فيه ثلاث مرات، تاني اكتر الفرق تتويجا باللقب طبعا بعد برشلونه الاسباني اللي توج بخمس نسخ. بيتواجد في المجموعه الثالثه مع الخليج وكاليفورنيا ايجلز. في الجوله الاولى زي ما اتكلمنا قبل كده تفوق على نادي كاليفورنيا بنتيجه 57-21 والمدير الفني بنت فيجرت. كابتن احمد بلال، اللي انا بقوله فكره ان ما يبقاش فيه نجوم، يعني اكيد الفرق فيها لعيبه مميزه جدا لكن ما فيش الاسماء اللي انت تقول دي لعيبه التوب كلاس اللي موجوده في الساحه في الوقت الحالي. فبعض الاوقات ده ممكن يكون شيء ايجابي للمدير الفني، ولا لا انت بتحتاج النجوم واللعيبه الكواليتي الاعلى في وقت من الاوقات؟ بص، هو كل نادي بيبقى حاطط تارجت ليه، بمعنى ايه؟ امكانياته الماديه، وبيجيب لعيبه على اساس ان هو بيجيب لعيبه وبيبقى فيه هدف اساسي ان انا انافس، وهدف تاني التسويق اللعيبه. يعني انت مثلا عندك تضغط لعيب اسباني اللي هو الليفت باك اللي كان بيلعب، جايبينه من اسبانيا مش جايبينه من المانيا. يعني هم بيدوروا على الامكانيات المتاحه في امكانياتهم الماديه ويجيبوها. ده جزء. الجزء الثاني ان احنا دلوقتي لما بنيجي بنتكلم على اي فرقه، طبيعي ان اي نجم من النجوم بيحاول يشوف امكانيات اعلى ماديه، بيروح للمكان الاحسن مادي. فهو بيشتغل على قد امكانياته، وده ميزه ساعات. وده بقى سؤال الاجابه سؤالتك للسؤال بتاعك، ان هو ميزه ان المدرب بيقدر يتحكم في اللعيبه والبنش ما فيش في مشاكل، لان هم ما فيهمش نجوم وهو جاي تارجت ان هو عايز يبقى نجم، فجاي هنا عشان يعلي من مستواه ويثبت وجوده، يقدر يزيد بعد كده الناحيه التعاقديه بتاعته في نادي تاني او في نفس النادي. ودي اعتقد ده شغل سيستم انديه. ايوه، بيبقى في انديه بتطلع وبعد كده. بس هم كبطل هم محافظين بنت طبعا مدرب صغير، اعتقد ان هو من المدربين اللي اثبتوا وجودهم في البطوله اللي فاتت لما اخذ بطوله العالم. فاعتقد ان هو عنده فكر والنادي بيديله الصلاحيه ان هو يعمل الفكر اللي هو عاوزه. حلو. الخليج السعودي، بتشوف اداؤه كان عامل ازاي في اولى اللقاءات، حجم تطور كره اليد السعوديه في الوقت الحالي. قدامنا على الشاشه ان هو تواجد قبل كده الخليج السعودي، يعني بعض الارقام الخاصه بمشاركات الخليج السعودي فيما قبل، تواجد في ثلاث نسخ، دي النسخه الرابعه. افضل مركز كان المركز السادس في البطوله قبل الماضيه، المجموعه الثالثه مع ماجد برج وكاليفورنيا ايجلز. في الجوله الاولى فاز على كاليفورنيا بنتيجه 48-25 والمدير الفني ديماتريلوس. كابتن طارق، سؤالي عن الخليج السعودي، شايف وضعه في الوقت الحالي ايه؟ تطور بشكل عامل ازاي؟ كرة اليد السعودية
وضعها ايه، مكانتها ايه في الوقت الحالي؟ كرة اليد السعودية طبعا هي في مقدمة الدول آسيا، بدليل ان في فريق اللي هو الخليج السعودي هو اللي حضر للبطولة بصفته بطل آسيا. كرة اليد في السعودية تقدمت كتير بفضل ان هم يعني برضو عاملين دوري قوي، وفي أندية كتير يعني مهتمة باللعبة، زائد ان حتى نلاحظ ان الجمهور بتاع فريق الخليج السعودي كان موجود بكثافة في المباراة اللي فاتت، وده كان شيء يعني مش متوقع ان يبقى الجمهور بتاعهم موجود بالكثافة دي في، بس ادى اجواء مبهجة لليوم الاول حقيقة. لا انا اتبسطت جدا ان هم في يعني الاهتمام واصل للدرجة دي، و تحس ان هم برضو عائلات يعني كاملة موجودة واطفال ويعني اسرة كاملة جاية بتتفرج وبتشجع نادي الخليج وكده، فدي حاجة كانت كويسة جدا. نادي الخليج عنده لعيبة متميزة زي سالم مكتبة وحبيب النصر وحسين الصياد اللي هو خد احسن لاعب في المباراة الاولانية، عندهم مستويات كويسة. حارس المرمى كان كويس بس طبعا ما يبانش قوي مستواه في المباراة الأولانية، يمكن في المباراة الثانية الدنيا كانت صعبة شوية. هنتكلم يعني طيب لهم عن تفاصيل أكتر وكيف يواجه الخليج السعودي وإزاي يبدأ الجيم، لكن خلونا نطلع فاصل وبعده نكمل كلامنا، خليكم معانا.